كابتن احمد، الف مبروك للنادي الاهلي. هو زي ما قالوا الكباتن فوز معنوي، ولكن كنا محتاجينه التوقيت ده بطبيعه الحال. يعني اكيد الفوز فوز معنوي بشكل كبير للنادي الاهلي، عشان بس يقول او نثبت صحه كلامنا ان سيمبا اول مره يقابل يلعب بره ملعبه يلعب فرقه تقيله. هو النادي الاهلي لاعب النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي الشوط الاول كان ممكن يكسب، يعني يسجل هدفين او ثلاثه. هو سجل هدف في الشوط الاول، كان ممكن يسجل هدفين او ثلاثه، وكان ممكن المباراه تبقى مريحه قوي من الشوط الاول. لكن يعني خلاص، هي ده كره القدم، التوفيق وعدم التوفيق، واستغلال الفرص وعدم استغلال الفرص. ودي حاجه لابد ان احنا نعلق عليها دائما. النادي الاهلي لابد، المهاجمين النادي الاهلي لما تبقى في فرصه للتسجيل لابد ان انت تسجل عشان تقتل المباراه. اللي عملناه في فيتا كلوب هو ده المفترض ان احنا نعمله في كل المباريات، انك لما تيجي فرصه محققه انك تسجل منها هدف لازم تسجل هدف. ودي الحاجه اللي ميزتنا في ماتش فيتا كلوب، ودي الحاجه اللي سهلت علينا كتير جدا المباراه هناك. الاهلي النهارده جيد، الشوط الاول كان جيد، واضح الاجازه مالك كباتن. الشوط الثاني كان في تغييرات كتيره جدا، يعني عشان تحسن الاداء، ولكن خلاص انت كسبان 1-0 وانت مسيطر على المباراه بشكل كبير جدا. ممكن تبقى مباراه فنيا احنا مش راضيين عنها بالشكل الكبير جدا، ولكن كنتيجه احنا راضيين عنها. خلاص انت حققت المطلوب منك من المباراه، الهدف من المباراه انك تكسب، الهدف من المباراه انك تدي سيمبا درس، انك تقول لهم النادي الاهلي على ملعبه نادي كبير، هو بطل البطوله الموسم الماضي. النادي الاهلي قادر بامكانياته وقدراته، حتى وان غاب عنه بعض اللعيبه او لعيبه مميزه بالنسبه له، برضه على ملعبه قادر ان هو يكسب. ودي طبيعه الفرق الابطال، النهارده وانت وحش بتكسب، ودي ميزه برضه. ممكن تبقى احنا بنتكلم على الشوط الثاني، يعني ممكن يبقى الاداء مش بالشكل اللي احنا عايزينه، او مش بالشكل المطلوب بتاع النادي الاهلي، ولكن قدرت برضه تكسب. صح. ودي حاجه هتفيد النادي الاهلي في مباراه النوك اوت. مباراة النوك اوت ممكن تبقى انت مش الافضل مش الاحسن، ولكن لازم تعرف تكسب. مزبوط. ودي حاجه بتميز النادي الاهلي. ما كناش احنا الافضل في نهائي افريقيا الموسم الماضي، ولكن صح. قدرت ان انت تكسب بشخصيه النادي الاهلي. مزبوط. برغبتك الكبيره في المكسب. برغبتك الكبيره في المكسب. مبروك للاهلي طبعا المباراه النهارده، خطوه كانت جيده وكانت مطلوبه من لعيبه النادي الاهلي ومن فرقه النادي الاهلي. هنتكلم بعد التغييرات وهنتكلم على الحاجه دي اكيد طبعا.